في إطلالة روحية ولاهوتية مستفيضة. تابع برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان، وبمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة. حلقاتي الخاصة في زمن الصوم الأربعين المقدس بحلقة جديدة بعنوان الصليب بين الألم والمجد، حيث استضاف في هذا البرنامج كلا من الأب فرح حجازين من كهنة البطريركية اللاتينية، والأخت الراهبة مريان واكيم من الرهبنة المخلصية، والأب فادي هلسة من كهنة بطريركية الروم الأرثوذكس. فإلى هناك. حديثنا راح يكون عن الصليب والمصلوب، سواء كان بالكتاب المقدس بعدي القديم والجديد، وأيضا بخصوص ما هو صليب المسيح وصليب العالم. يقول السيد المسيح في إنجيل القديس متى: احملوا نيري وتتلمذوا لي تجدوا الراحة لنفوسكم، لأن نيري لطيف وحملي خفيف. من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه كل يوم ويتبعني، من لم يحمل صليبه ويتبعني لا يستطيع أن يكون لي تلميذا. إن التلميذ ليس أفضل من معلم، فإذا كان المسيح نفسه قد حمل صليبه، فكم بالأحرى يجب علينا نحن المسيحيين أن نحمل صليبنا على مثال السيد المسيح وعلى مثال أمه العذراء، دون تذمر أو يأس أو تمرد على الله. يدعو السيد المسيح تلميذه إلى حمل صليبه بدلا من حمل صليب العالم، فإنه لابد للإنسان من أن يحمل صليبا في هذه الدنيا، إما صليب المسيح وإما صليب العالم. وعندما يدعون السيد المسيح إلى حمل صليبه ويقول عنه خفيف، فهو لا يخدعنا، وليس من عادة المسيح أن يخدع أتباعه، إنما يؤكد بطريقة غير مباشرة أن حمل العالم أثقل. وسوف نرى في حديثنا ثلاث نقاط: أولا، الصليب في الكتاب المقدس بعهدي القديم والجديد، ثانيا، ما هو حمل المسيح الخفيف، وثالثا، ما هو حمل العالم الثقيل. الصليب في الكتاب المقدس، أولا في العهد القديم، الصليب المقدس هو محور ديانتنا المسيحية، إذ عليه ترتكز عملية الفداء، وبدونه لا فداء للبشرية. فمنذ العهد القديم والله يهيئ الناس لقبول هذا الحدث، أي موت المسيح على الصليب. ففي العهد القديم هناك الكثير من الأحداث التي شاءها الله لكي ترمز لهذا الحدث، والتي لا نستطيع فهمها إلا على نور الصليب. يوسف الذي خانه وباعه إخوته لتجار مصر يرمز السيد المسيح الذي باعه يهوذا وخانه تلاميذه. تقدمة إبراهيم لإسحاق ترمز لتقدمة الآب للسيد المسيح على الصليب. الحية النحاسية التي أقامها موسى في صحراء سيناء ترمز لصليب السيد المسيح. قال السيد المسيح: كما رفع موسى الحية في البرية، كذلك يجب أن يرفع ابن الإنسان لينال به الحياة الأبدية من يؤمن. طب ليه اختار المسيح الصليب ما اختار شيء تاني؟ وهل يا ترى مظبوط المسيح هو يلي اختار الصليب؟ هلا أول شيء يلي بنقدر نقوله أنه المسيح اختار هو هبة الذات الكاملة غير المشروطة للإنسان ولا البشرية. هيدا الهبة مرتبطة منذ خلق الإنسان، لأنه الله خلق الإنسان حبا له، ورجع عاد هيدا الخلق بالفداء كمان أيضا حبا له. فهيدا الهبة الكاملة التي هي التسليم الكلي هي اللي وصلته لأنه يدوق أبشع أنواع العذاب وأقصى أنواع الموت، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى أرسل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فهذا التسليم أول شيء كان يسلم من قبل الآب حبا بنا ولأجل خلاصنا، وثاني شيء هو الابن يسلم نفسه بحرية في بستان الزيتون وقت اللي بيقول بين يديك استودع روحي أو أسلم روحي. هيدا هنن هاو التسليمين هنن أساس كل العملية. بعدين بيجي عنا تسليم يهوذا والرومان وهيك، لأنه لو ما بالأصل هو سلم ذاته ما كان إجا لعنا، ما كان صار في عنا بعدين تسليم يهوذا والرومان وبيلاطس والخيانة كلها. فالتسليم الأساسي هو حب الله للإنسان، وهيدا الشيء اللي بيعبر عنه القديس بولس بيقلنا أحبني برسالة لأهل غلاطيا، أحبني ووهب ذاته لأجلي. أكيد المسيح ما كان الهدف منه الألم، ما كان عم يدور على الألم، بل عن هيدا المحبة، المحبة يلي غير محدودة.
أيقن المؤمنين أنه وجه الصليب هو وجه ألم واحتمال الألم والحزن وما شابه، لكنهم على وجه الصليب الآخر في قيامه، صحيح في وجه ألم لكن الوجه الثاني هو قيامه، هو انتصار، هو دوس على الشيطان، هو دوس حتى على الموت. نعم. لأن المسيح قام من بين الأموات فولد إن الرجاء بالقيامة. نعم. هذا بالنسبة للمؤمنين. بالنسبة للكهنة قد يحمل المؤمن العادي صليب واحد، لكن الكهنة، وأقصد الكهنة اللي بتفانوا في الخدمة، والكهنة اللي حاملين كهنوت الخدمة سواء للأسرار المقدسة أو لكلمة الرب المكتوبة في الكتاب المقدس، الكاهن قد يحمل أكثر من صليب. نعم. فالكاهن يحمل صليب ألم إذا حمله المؤمن العادي سنة أو سنتين أو ثلاثة، قد يحمل الكاهن صليب الألم طيلة حياته الكهنوتية. والألم اللي بيشعر فيه الكاهن على أنواع متعددة. من آلام الكاهن هو نظرته لأبنائه اللي يصروا على عدم التوبة وعدم ممارسة الأسرار المقدسة. فاختيار الصليب كان في حكمة ربانية إلهية، تما نبقى نحمله بعدين إن كان الكاهن أو الإنسان اللي يحمل الصليب علامة فخر، فخر لإلنا. فرمزية الصليب يعني اللي كانت أقصى أنواع العذبات، ملعون من علق على خشبة، صار إنه هو بنال المجد والخلاص. فهذه التساؤلات ممكن يلاقوها أشخاص اللاهوتيين، يعني إنه سخيف نحكي فيها، لكن طيب بالعكس تساؤلات الناس في النهاية، تساؤلات. وفي كمان تساؤل، لماذا كان الاختيار على لماذا يهوذا الإسخريوط؟ هل مشارك في عملية الفداء إنه لما تسلم، يعني هو مكتوب له لما يولد هذا يهوذا الإسخريوط يكون تلميذ ويسلم يسوع المسيح، إنه هذه هي في طريق الخلاص والفداء. لكن يهوذا الإسخريوطي إذا بدنا نيجي مع علم ربنا السابق ليهوذا وإيش بده يعمل، وإنه يسلم يسوع المسيح ولعنه، رح يتمنى إنه لو ما يولد كان إنه يهوذا، لأنه خطيئته العظيمة، لأنه عملها عن سوء نية وليس بحسن نية. فهو بيقول لك انه هذا يهوذا الإسخريوطي كان مكتوب له انه او انه هي رسالته انه يسلم يسوع المسيح، لكن هل سلمه ليسوع المسيح عن حسن نية ام سوء نية؟ هون سوء النية كان عن السوء النية وانذاك، فعشان هيك كانت خطيئته عظيمة، لانه لم ينال الغفران او التوبة قبل ما مات. فنحن بنقول انه يسوع كان فدا، كما مش لما معلق على الخشب وفدى كل الخاطئين، لكن عملية الفداء على الخطايا اللي لاحقة بعد الصلب، عملية الصلب إلا إذا كانت مربوطة في التوبة. نعم. هذا اللي تعلمناه من الكنيسة والسيد المسيح علمنا، لأنه التوبة. نعم. هي اللي بتجيب الخلاص. نعم. بخصوص يهوذا بحب أنوه دكتورة إذا بتسمحي لي لنقطة. سوري، هذا سؤال واحد من. نعم. الأسئلة كمان اللي وردتنا. خطيئة يهوذا هي خطيئة الطمع. نعم. بالأساس هو كان ينظر إلى مال صندوق الفقراء وكان يختلس منه، وعندما أتوا بالطيب غالي الثمن قال لماذا كل هذا الهدر؟ نعم. لماذا كان بعناه ووضعناه للصندوق الفقراء؟ وعندما عرض عليه مبلغ زهيد لتسليم يسوع طمعوا
هو ما كان يفكر موضوع الخلاص ولا شو، يعني هو ما عنده سابق علم ودراية ولا كان فاهم شو، يعني حتى التلاميذ المقربين من يسوع يلا كانوا فاهمين، فهو كان عقله بالفلوس، كان عقله بالطمع بالمادي، فهو ما سلم يسوع مشان يتمم مشيئة ربنا، حاشا. بالعكس، هو من سابق إصرار وترصد للخطيئة المخزونة في كيانه النفسي، في ضعف بشرية الإنسان. يهوذا يمثل أشخاص كثير بحياتنا اليومية، اللي ممكن يبيعوا مبادئ سامية في حياتهم، أخلاقهم، وفي حياة عقائدهم من أجل مبتغى مالي، سواء بالصحافة، سواء بتصريحات، سواء يغير مواقف جوهرية بإيمانه، يطلع يغير أشياء جوهرية بس كرمال المادة.